جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. أخونا يقول: إنني بحمد الله ملتزم وأؤدي الصلوات الخمس، وأرى في منامي بيت الله الحرام، وكثيرا ما رأيت نفسي أنني أطوف بالكعبة المشرفة، وقد حدث لي هذا عدة مرات، لماذا تنصحونني تجاه هذه الرؤية؟ جزاكم الله خيرا. هذه رؤيا خير إن شاء الله، رؤية المسجد الحرام والطواف به هذا يدل على خير إن شاء الله. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. إذن بماذا تنصحون والحال ما ذكر الشيخ صالح؟ أبدا، هو لا يلزمه عمل أي شيء، عليه بالاستقامة على الدين وأداء الفرائض. أما أن هذه الرؤية توجب عليه شيئا فهذا غير مشروع، ولكنها تدل على خير، تدل على تعلقه بالبيت الحرام والطواف، هذا يدل على خير إن شاء الله.